حملة نظافة شاملة هي الأكبر دشنتها السلطات بالمكلا لرفع القمامة وإزالة مخلفات الأمطار والسيول التي شهدتها المدينة مؤخرا. الحملة التي ينفذها صندوق النظافة والتحسين بالساحل تستمر لعدة أيام، تهدف لكنس الأتربة من الشوارع والتخلص من أكوام القمامة التي كانت قد بدأت تنتشر على نطاق واسع، مهددة بخلق أزمة نفايات بالمدينة بعد إضراب عمال النظافة جراء تأخر صرف رواتبهم. الحملة تشمل الاستمرار في تصريف بحيرات المياه الراكدة والمستنقعات التي تشكلت بفعل انسدادات المجاري ومياه الأمطار والسيول بعد تحذيرات أطلقتها السلطات الصحية من خطورة ما تشكله من بيئة مساعدة لانتشار الأمراض والأوبئة كالملاريا وفيروس حمى الظنك. بعد أن سجلت مستشفيات المدينة خلال الأسبوع الماضي 35 حالة إصابة بالمرض. بس المحلية للمياه والصرف الصحي ساحل حضرموت بعملية شفط للمستنقعات الراكدة للمياه أثر المنخفض الجوي الذي ضرب مدينة المكلا. شكلت أربع فرق في على مستوى مدينة المكلا وقسمت المدينة إلى أربع مربعات، وتمت عملية الشفط لأغلب المواقع التي فيها هذه التجمعات لهذه المياه. ولا تقتصر المشاركة في تنفيذ هذه الحملة على أجهزة الدولة الخدمية، فالمشاركة المجتمعية كانت حاضرة هي الأخرى عبر إطلاق عدد من المكونات الشبابية والتطوعية لحملات نظافة تستهدف الشوارع الرئيسية والفرعية في المدينة وأحيائها السكنية. نحن كشباب هنا نكون رافد للسلطة المحلية في رفع المخلفات ولبناء المجتمع يدا بيد، لترسم هذه المشاركة لوحة جمالية مجتمعية متكاملة الأركان. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.